حكيت عن الثقافة والتثقيف ويعني مباشرة تنقلني لضيفنا العزيز. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد الشياب، مستشاري أمراض الباطنية والكلى. أهلا وسهلا. أهلا فيك. واليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم، موضوع ثقافي طبي، تثقيفي طبي. ويعني الأطباء بيلعبوا دور مهم جدا أكيد من خلال العلاج ووصف الحالة المرضية لكل مريض، ولكن أنت حبيت تلعب كمان دور آخر من خلال موقع متخصص فيه استشارات، فيه ثقافة مجانا وتطوعيا للمرضى في كل مكان. احكي لنا عنه دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا مجددا لارا وإبراهيم على الاستضافة. اولا هو الموقع، انا بدي احكي عن اهميه اول شيء التثقيف الصحي. نعم. وانا ليش اؤمن فيه؟ اؤمن فيه لانه انا بعتقد اذا المريض كان فاهم حالته المرضيه والادويه والعلاج وكان منخرط في العمليه العلاجيه، النتائج العلاجيه بتكون افضل. فلاني امنت بذلك، كنت اؤمن كمان انه لازم المرضى يكون لهم في مصدر يوصلوا له، يكون مرجع علمي ودقيق وبنفس الوقت سهل، لأنه لما تطلع على المصادر العلمية الطبية يا إما بتكون في لغة غير اللغة العربية أو حتى اللي بتكون في اللغة العربية مرات تكون ترجمتها صعبة، فيها مصطلحات طبية صعبة. حتى المصطلحات المترجمة بحاجة إلى ترجمة وتبسيط لحتى يفهمها المريض أو الشخص العربي. نعم. فمن هذا الاعتقادات هاي كان صحيح، كان عندي مريض في العيادة، بدايتها كان عندي مريض وكان لازم أعطيه معلومات صحية عن النقرس، وكان عندي دور في العيادة وصممت أني ألاقي شيء في الإنترنت أعطيه، أدور أدور ما لقيت. وكانت لحظة مزعجة، ولكن أنا بعتبرها لحظة عملت فاصلة بداية جديدة. بالضبط. فروحت على البيت كتبت، بعدين توسعت لحد ما صار يعني الحمد لله شبه محتوى على الموقع. دكتور، يمكن نرجع للمحور الأساسي اللي بنحكي فيه اليوم وهو التثقيف الصحي. لما بنحكي عن تثقيف صحي لمرضى، المريض دائما بنحكي ضعيف نوعا ما، لأنه بحاجة لكل معلومة ولكل إشي ممكن يساعده يطلع من الحالة اللي هو فيها أو حتى يساعده نفسيا ويكون فاهم كيف يتعامل مع جسمه. قد ايه مهم يكون عند المريض ثقافة صحية؟ أكيد مهم يكون في مراجعة طبيب، ولكن أيضا تثقيف النفس بأنا عارف شو حالتي. قد ايه بتلعب دور؟ طبعا هذا له دور كبير، وهذا الحكي عليه دراسات مثبتة أنه أنت كل ما زاد انخراط المريض والpatient engagement في صحته، كل ما كانت النتائج العلاجية أفضل. وهذا الحكي مثبت بأرقام وعلى مختلف الأصعدة والاختصاصات، سواء السكري، الضغط، القائمة طويلة يعني نذكرها كل واحدة على حدة. بس انخراط المريض وفهمه لحالته، ايش اعمل، كيف اخذ الدواء، كيف اتابع حالتي، كيف اعرف اني استجبت، امتى اعرف اني اروح انا على الدكتور، لسه ما تحسنت حالتي 100%. هاي هي النتائج بالنهايه اللي واحد بده يوصل لها. فموضوع جدا مهم. نعم. خلينا نحكي شوي عن من خلال طبعا ملاحظاتك، كيف تشوف المريض الأردني؟ يعني قديش درجة الثقافة اللي موجودة وتقبله لكل شيء جديد في عالم الطب؟ يعني اليوم بنشوف الناس صارت يمكن أوعى، صارت تقرأ أكثر وصارت تسأل أكثر، فهذا أكيد بنعكس على أداء الطبيب كمان تعامله مع المرضى. أكيد. هلأ أنا في جانب راح أحكي كطبيب وفي جانب منه كتجربتي مع الزوار للموقع. كطبيب صحيح بعتقد انه بنقسمه لجزئين، جزء فعلا مثقف ومنخرط جدا وهو الجزء الاقل، وفي جزء ما بيعرف عن حالته المرضيه ومعرفته قليله جدا، ويجب ان تزيد يعني بشكل ملحوظ. بالنسبه للموقع، انا عندي احصائيات على الموقع
بنشوف مين هم الزوار تبعونا. أولا الفئة العمرية اللي هي منخرطة في الأسئلة هاي هي ما بين 18 سنة إلى 45 سنة، وهاي تشكل تقريبا 85% من الزوار. نعم، فئة الشباب يعني. فعليا فئة الشباب، وطبعا الذكور شبه متساوي مع الإناث. ممكن جزء منهم يكون أشخاص ببحثوا لمعلومة لأبوه أو أخوه ولكن على الإنترنت، ولكن فعليا هي هاي الفئة الشباب هي اللي صايرة بدها تعرف. هذا دليل وعي. نعم، دليل على أنه المريض والعقلية في انتقال، في غير عن السابق. يعني ما تنسى دكتور، مع ارتفاع معدلات التعليم والدراسة، مع بزيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كل هاي بتأثر على المجتمع وبتغيره. أكيد، وفي عامل مهم جدا برضو من الإحصائيات اللي بحكي عنها، 95% من الزوار بيطولوا المعلومة عن طريق الهاتف الذكي. فوجود الهواتف الذكية عمل نقلة كبيرة في الوصول إلى المعلومات. دكتور، يمكن عشان نوضح أكثر للمتابعين الآن، موقع ابن سينا طريقة أو نظام العمل في موقع ابن سينا، كيف المريض أو الشخص الزائر لهذا الموقع بده يأخذ المعلومات، وأيضا نتحدث عن التحديثات اللي عم بتصير على الموقع والمعلومات. أهم إشي دائما يكون في ثقة بأنه هذه المعلومات هي معلومات لها مرجعية صحيحة ودقيقة. شكرا لك. بالنسبة لدقة المعلومات، هو صحيح احنا كل سواء موقع أو مؤسسة لها دائما بيكون هدف معين. احنا كان هدفنا الأساسي هو وجود مصدر دقيق وسهل وبسيط، بسيط بسيط للقارئ. فكل جهودنا بمختلف المراحل والأشخاص والأصعدة مسيرة بهذا الاتجاه، سواء من ناحية كتابة المقالات من قبل أخصائيين، مختص، طبيب مختص، حتى لو ما في مقال منشور على الموقع إلا أخصائي يا إما كتبه أو دققه بالحرف. وأنا صحيح كأكاديمي أنا متشدد، والأكاديميين شوي متشددين في هذا، واللي كانوا يشتغلوا معي شوي يحكوا لي روق شوي شوي. بس أنا بعتقد أن هاي مسؤولية، مسؤولية أكيد. وبناء الثقة موضوع مش سهل. مش كيف ممكن المتابع الأردني والعربي يوصل للموقع؟ وزي ما قلنا هو موقع تطوعي وبالمجان، كيف ممكن نغذي ثقافتنا الطبية؟ أنا أسهل طريقة أنه على محرك البحث إذا في أي كلمة طبية يريد أن يعرف عنها يكتب عنها، ويكتب بجانبها موقع ابن سينا. نعم. بالنسبة للشهادات اللي حصل عليها الموقع نتحدث عنها، ويمكن هذا بيعكس الثقة العالية بين الزائر وبين الموقع، بأنه إذا كان في شهادات وإذا أنت عم تحكي إنه في تطور وإنجاز هذا دليل نجاح. أكيد. حدثني. طبعا هم شهادتين رئيسيات. الشهادة الأولى هي شهادة من منظمة الصحة على الإنترنت اللي هي Health on the Net، وهذه مشابهة للشهادات الآيزو العالمية، تعطى للمواقع التي تحقق المعايير الدقة العلمية، السلطة الأكاديمية، الشفافية واحترام الخصوصية. هذه الشق الأول، وأنا بعتقد أنه هذا كان الإنجاز الكبير في الموقع. الشق الثاني اللي هو الاعتمادية الأمريكية، برضو هذه شهادة للمواقع الطبية تعطى برضو لتحقيق معايير مشابهة للمعايير الأولى بالشفافية ودقة المعلومات. فإحنا بصراحة لأنه مهتمين بهذه الأمور اتجهنا بهذا الاتجاه، الجودة والدقة. تعرف هذه الأساس. تبني هذا أساس النجاح فعليا. أساس النجاح والمصداقية والثقة، يعني بدها وقت حتى تتوفر، وخاصة لما نحكي عن مواضيع حساسة مثل المواضيع اللي بتتعلق بالصحة وبالعلاج. أكيد. يعني دكتور، بالنهاية إيش نصيحة لك هيك عامة كطبيب
من خلال يعني أنت أكاديمي وبتمارس عمل الطب، وبالإضافة لهيك أنت عندك عملت هذا الموقع المتخصص، فأكيد في عندك نصيحة بتحب توجهها من خلال مشاهداتك كلها. تمام، نصيحتي شغلتين. أولا اللي هو لما تقرأ معلومة على الإنترنت مهما كانت سواء طبية أو لا، تعرف مين المصدر، لا تصدقها رأسك. تعرف مين المصدر، مين القائمين عليه، هل هم متخصصين؟ صح. هل الموقع فعلا علمي مستنبط من إشي علمي؟ شو المصادر اللي... والنصيحة الثانية تتعلق إنه أنا مش الهدف بس تيجي على موقع أو موقع، الهدف إنه أنت لما تطول معلومة طبية يجب أن يكون مصدر مساند وليس الأساس. الأساس هو الطب، وأساس أنك تراجع الطبيب، ولكن إن قراءتك وتثقفك صحيا يساعد ومساند لمراجعة الطبيب فعليا. دكتور يعني يمكن أتحدث عن مواقف واقعية بتصير معنا كلنا، أحيانا بيكون عند الواحد في مشكلة وجع رأس، صداع، على جوجل، عمو جوجل بيطلع بمرض خطير، يعني بيكون وضعه كثير صعب بيصير، فيمكن وبصير خايف وبصير متوتر وبيزيد من الحالة السوء. أكيد. فكثير مهم دائما أن نعرف من وين عم ناخذ المعلومة، وأيضا مراجعة الطبيب، أنتم الأساس. يعطيكم ألف عافية. يعني وين ما كنتوا أنتم الأطباء اللي دائما إحنا بحاجة لكم، وأهم إشي أنه دائما يكون في ثقة بين المريض وبين الطبيب. يعطيك ألف عافية على وجودك اليوم معنا، بنشكرك على موقع ابن سينا وعلى هذا الإنجاز الرائع. الله يسعدكم. وشكراً لكم. شكراً على الاستضافة. شكراً لجهدك وقتك يعني وإصرارك على أنك توصل المعلومة وتبني هاي الثقة الجميلة لكل المتابعين من خلال الموقع. شكراً لك. الله يخليكم. شكراً لكم. الله يعافيكم. يعني لارا، بعد هيك الفقرة الطبية هاي بدنا نروح لتقرير رح نتابعه الآن عن صناعة القش بأم قيس. بس ما تفكر مرتبطين ببعض الطب. أعطيني الرابط. الطب والفن مرتبطين ببعض. هاي الدكتور موجود، هو الطبيب. أولا معظم الأطباء بحبوا يمارسوا بعض المواهب الفنية. صحيح. الرسم والعزف، ويعني هلأ إحنا بنحكي عن صناعة القش. خط الدكتور فن يا لارا. بتطلع الطاقة بعدين. أنا شريت عدة نحت. ما صلي شيء. عرفت ليش. ما هو الطبيب أحكي لك، ما هو يمكن الطبيب إيده بتساعده فعليا، لازم يكون ايده متمرسه عشان العمليات وغيرها من الامور. صحيح. وعاده بيكون قادر على العزف والتركيز، او حتى بيقدر يستغل في كل ايد لحال. اكيد. هاي معلومه.